او نيفو انترناسيونال مذكرة الهدف ديالنا هو اننا نساهموا في تقديم ان دوسيي اللي تيكون معترف به دوليا واللي تنطلبوا من البرلمان و يبدا بقيام كاع المراحل لتكوين هذا الملف، لان حنا الهدف ديالنا هو اونيفو انترناسيونال على الصعيد الدولي نقدموا دعوى ضد المسؤول الوحيد لهذا الطرد التعسفي ل 1975 اللي هو النظام الجزائري. هذه المرحلة الأولى من استراتيجية اللي كوناها في هذا التجمع الدولي لمساندة العائلات المرحلة من الجزائر في عام 1975، واللي أنها طردت إلا لأنها كانت من أصل مغربي، وهذا ما تجعل أن قانونيين هذه المأساة لابد ما خصها تلقى الأجوبة في ديزانستونس انترناسيونال. أما فيما يخص الكتاب، فالكتاب رحلة ذهاب بدون إيام، هي تتحكي قصة عيسى اللي هو الشخص مزداد بوهران، واللي الوالدين ديالو وجدودو عاشوا في الجزائر منذ سنوات عديدة. هو تحكي القصة ديال هذا الولد اللي غادي يتزاد في وهران وغادي يكبر في وهران، واللي غادي يشاهد الجوارين ديالو غادي يطردوهم نهار 17 ديسمبر. هذاك المشهد غادي يرجعلو يبقاو يستناو الدور ديالهم العائلة ديالو، ومن خلال هذا الكتاب وغادي يجي الدور ديالهم يعني نهار 27 ديسمبر،